मैं हज़रत उस्ताद जी से इल्तिमास करता हूँ कि तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएं। بسم الله الرحمن الرحيم وما فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم س-
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.